هل يجوز للزوجة أن لا تطيع زوجها إذا أرادها في الفراش لسبب؟ إما أن تكون مريضة، أي يكون عصيانها وامتناعها لسبب، إما أن تكون مريضة أو ليس بها هوى لذلك، أو لضيق في صدرها بسبب أفعال أطفالها أو غير ذلك من الأسباب المقبولة، هل يجوز لها أن لا تطيعه؟ أم تكون من النساء العاصيات لأزواجهن اللاتي تلعنهن الملائكة حتى يصبحن؟ يجب على المرأة أن تطيع زوجها في بالمعروف، أن تطيع زوجها بالمعروف، ومن أعظم ذلك طاعته فيما يريد منها من الاستمتاع بالفراش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المسلمة أن تجيب زوجها إذا دعاها لفراشه ولو كانت على التنور، في رواية ولو كانت على ظهر قتل، فإن لم تجبه من غير عذر كان عليها الوعيد الشديد، كما في الحديث: إذا باتت المرأة وزوجها ساخط عليها لعنها من في السماء حتى تصبح، أو كما جاء في الحديث. فأما إذا كان عندها مانع، عندها مانع شرعي كالحيض، أو يريد أن يجامعها في الفرج ويرتكب ما حرم الله، فإنها لا تطيعه في ذلك، لكن تطيعه في الاستمتاع الذي دون الجماع في الفرج إذا كانت حائضا، له أن يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج إذا كانت حائضا، أو كان بها مانع مرضي أن تكون لا تطيق الجماع لمرض فيها، أو لأن هذا يؤثر عليها، يؤثر على صحتها تأثيرا بينا، فلها حق الامتناع، لأن هذا امتناع بحق. نعم. يبدو من السؤال أنها تقدر ذلك تقديرا فضيلة الشيخ، تقول قد تكون مريضة أو ليس بها هوى لذلك، أو لضيق في صدرها بسبب الأطفال أو غير ذلك من الأسباب. احنا ذكرنا إذا كان المانع شرعيا أو حسيا فلها أن تمتنع، من حقها أن تمتنع، ولها عذر في ذلك. أما إذا لم يكن هناك عذر شرعي ولا حسي، وإنما لأنها لا تشتهي كذا أو، فليس هذا من حقها، عليها أن تجيب. نعم.